الله وبركاته. في فيديو النهارده هنتكلم عن ماتش الزمالك وبيراميدز اللي انتهى بنتيجه ضربات جزاء ترجيحيه. كان الحظ يوافق بيراميدز اللي كان بدل ما يبقى ب 10 لاعبين طبالش 3 اشواط، لا هو كان تحسه بيلعب ب 12 لاعب. توزيع لاعبين مهاري جدا، وكمان شفنا اللاعب توري، اللاعب ده خط نص اللي هو يا مخلي يعني يقطع منك الكره ما تعديش، لا ما بيتفهمش. فخر الدين بن يوسف، رمضان صبحي اللي بجد كان عليه حمل كبير جدا طول المباراه. كمان شفنا طرد علي جبر اللي بسببه تم خروج عبد الله سعيد ونزور اسامه جلال. انا شايفه ان باتشيكو عاد لا ينتقم من الزمالك. الزمالك كان قالوا بدون اي سبب هو رجع وقال لهم انا مدرب كبير وما مسحقش الاقاله دي، وكسب الزمالك بنتيجه كبيره جدا. احمد الشناوي بالنسبه لي هو رجل المباراه بتصدي الكوره لزيزو اللي انا شفته هو اسوأ لاعب في المباراه. زيزو حسيته في المباراه دي عايز ياخد اللقطه، بس اللي هو لقطه كوبري ترقيصه، بس الكوره معاه يعني الجون مفتوح لك انت يا دوبك لو تشوط هتبقى جت خلاص. لا كان لازم يرقص، ازاي ده زيزو بجد انت ايه اللي عملته ده؟ والكره لعبها بكميه استهزاء ما شفتهاش، وعايز الشناوي ما يصدهاش. صح عندك حق، احنا الغلط وانت الصح. بجد ايه اللي بيحصل ده؟ انت هتلعب للكيان وتلعب لعب جماعي، واحنا كنا بنناشد بيه طول الفيديوهات، يلا ما تلعبش. جالك عروض كتير يا ريت، يعني انت يا سيدي بتلعب كده عشان تحترف يا سيدي؟ ما تروح، جالك عروض ولسه هيجيلك، روح ما عندناش مانع، لكن ما تضرش الفريق، يا تفيده يا تمشي، ما فيش حل تالت. هم حلين ما فيش لوم تالت. اما بقى الاباتشي اللي ضيع شيكا، هو ملوش في ضربات الجزاء. شيكا من ساعه ما انا بدات التحليل او اتفرج على الكوره ما شفتوش بيشوط ضربه جزاء حلوه غير قليل جدا. فانا شايفه ان هو لعب كان بيعمل لعب كتير في طول المباراه، وشيكا الوحيد اللي مش هلومه. شيكا بيعمل يعني بيخلي اللعيبه معنوياتهم تترفع بدون اي حاجه، فده لاعب كابتن من بره ومن جوه، بره الخط ومن جوه الخط. فانا شايفه ان ده ما يتلمش، وده يتحط الركن لوحده لغايه ما يعمل لك جبل، اكبر جبال العالم عارفه، يعمل لك جبل زيها كده من الاخطاء وترجع تلومه، عشان هو عمل جبلين من الحاجات الجميلة اللي انت استفدت بيها بيوم من الايام. بقاله 20 سنة بيلعب معاك، ما تجيش تلومه عشان ضرب الجزاء تافهة قدام نادي زي بيراميدز. بيراميدز نادي كبير، لكن شيكابالا لعيب اكبر. شيكابالا يستحق التقدير من كل الناس، منفرضش حبه على اي حد، لكن احترموه، ده بني ادم زينا زيه زينا، بيحس وعنده مشاعر. وطبعا بقى دونجا اللي انا شفته كان ملك خط نص، هادي كده وبسيط، اللمسه من رجله بتطلع صح. بجد هو لاعب الزمالك فاز بيه صفقه رابحه جدا. اما امام عاشور بقى اللي كان برضه يعني زي ما الكابتن مؤمن حسن قال المعلق، ان هو زرار الشوتنج عنده ما كانش شغال المباراه دي، كان عنده الكادر مفتوح كله، لا كان لازم يرجع لورا. بجد الزمالك بقى عنده مشكله، يجيب جون يريح، يا لا يدخل في جون ويهاجم بهرجله، وفي الحالتين يا بيخسر يا بيتعادل، ما عندوش اوبشن الفوز تقريبا. انت دلوقتي داخل على مرحله جديه، انت هتلعب الاهلي اللي انا شايفه دلوقتي بالمستوى ده، انت بدل ما كنت خسرت 5، لا انت هتخسر 7 بالاداء ده. الزمالك لازم يفوق، فريرا لازم يفوق، فريرا ياما مجدنا فيه والبروفيسور وكل حاجه والبروف، لكن ما تجيش تقول انت ليه بتهاجميه، عشان ده مش اول خطا ليه، ده تالت او رابع خطا نصحناه مره وتانيه وتالته، مش هنستنى لما النادي يقع عشان نهاجمه. فوقوا لنفسكوا، انتوا بتلعبوا في نادي كبير، ما تلعبوش في نادي لعب عيال، ما بنجيبكمش عيال عشان فوز، لا انتوا بتلعبوا في نادي كبير ليه انتمائه وليه مشجعينه. احمد الشناوي لما يختار يبقى في اي جون اختار النائم الجون اللي بعيد عن الجماهير عشان ما يتاثرش. فياريت بجد بجد تفوقوا لنفسكم، مش لينا بس، تفوقوا لنفسكم. والف الف مبروك لبيراميدز ولاعيبه بيراميدز والجهاز الفني اللي كانوا هم. انا شايفه ان اللي هيكسب من
اسمحوا والاهلي لما يلعب بيراميدز، بيراميدز احتمال كبير تكسب. بيراميدز كسبت الزمالك وتعادلت في الاربع اشواط وهي ناقصه واحد، ولا كانك حسيت ان علي جبر مش موجود. قدر تفوز بضربات الجزاء، عايز اكتر من كده ايه؟ نادي منظم دفاعيا هجوميا بيعرف يعمل كل حاجه في الكوره. بجد الف الف مبروك نادي البيراميدز، والزمالك ما يستحقش كلمه هارد لك علشان هو كان السبب في الخساره. بس كده اقابلكم فيديو جاي باذن الله. بكره بقى مصر هتلاعب امريكا في كره اليد في كاس العالم، تالت ماتش ليها. بنتمنى كلنا الفوز لمنتخب مصر اللي فاز على المغرب كرواتيا، مجموعه صعبه لكن مصر قدرت تكسب. وطبعا هنشوف ماتش الاهلي وسموحه. بس كده اقابلكم في الفيديو الجاي.